أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، نواصل معكم مشوار الصباح الحي، ونحن دائما بندعو وناشد من خلال صباحاتنا الندية وكل منصاتنا الإعلامية نهتم جيدا بأطفالنا ونكون إحنا العين الحارسة لكل تفاصيل حياتهم. مؤسف جدا أنه تكون في ذئاب بشرية تنهش أجساد أبنائنا لمجرد شهوة يعني عابرة، ولكن نتمنى أنه كل الأسر تأخذ الحذر الكبير جدا في تفاصيل مختلفة حنتعرف عليها في هذه الفقرة. يعني نعم أكيد هنعرف عليه في هذه الفقرة، فقرة جسدي هو جسدي، مع دكتور ولاء الفاضل مدربة عالمية للتربية الإيجابية وممثلة سفراء النوايا الحسنة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك. أهلا بك يا لينا، ومرحبا بكم، وشكرا لكم لإتاحتكم الفرصة دي نحن نتكلم عن موضوع مهم وحساس. موضوع مهم وحساس، وزي ما ذكر حمزة يعني المفروض الأسر تأخذ حذرها، لكن احنا حابين نوصل المعلومة بصورة لطيفة بسيطة سريعة عسى ولعل يعني كثير من الناس يكون ما منتبهين لحاجة انت بتقوليها. اولا جسدي هو جسدي، نعرف فكرة اهداف مبادرة جسدي هو جسدي، عرفينا اكثر احنا والمشاهد. هي برنامج توعوي عالمي، يعني هو برنامج يتنفذ عالميا في اغلب الدول العالمية، برنامج توعوي تثقيفي للاطفال لمنع الاعتداء على الاطفال اللي هو التشايلد ابيوز، يعني لما يحصل لهم اعتداء نمنع الحاجه دي، بانه نحن نوصل لهم الفكره للاطفال بصوره بسيطه وممتعه وايجابيه اهم حاجه. الاستهداف بكل المجتمع بصوره عامه وللاهل والاطفال بصوره خاصه، لانهم هم الرساله المفروض تصل لهم هم اول حاجه. فالبرنامج كبير تبع سفراء النوايا الحسنه، وزي ما قلت لك تطبق في اغلب الدول العالميه، دخل حديثا للسودان. هو عباره عن كورسات بتتاخذ عشان يكون الشخص كواليفايد انه يبقى مؤهل انه يبقى بريزنتر. يعني بتطبق هذه الكورسات، تطبيق البرنامج عن طريق الكورسات للاطفال نفسهم؟ لا لا، للانسان البريزنتر المقدم للبرنامج. وهو البرنامج يعني اساسا عن انه الطفل يفهم من معنى الاسم انه جسدي هو جسدي، يعني جسدي حقي، يعني يفهم انه عنده حقوق، ما مفروض يتأذي، ما مفروض يتهبش، ما مفروض يكون عنده اعتداء من اي نوع. ونحن يعني اذا حنجي في الاسئله، الاعتداء نفسه عندنا انواع، فنحن عندنا في السودان يمكن رابطينه باعتداء من نوع معين اللي هو السكشوال ابيوز اللي هو الاعتداء الجنسي فقط. ايوه، فالفكره للبرنامج جميله لانها بتبسط وبتوصل لنا فكره بصوره ايجابيه للطفل. طيب دكتوره، نحن عندنا في مجتمعنا السوداني من قمنا يعني وعند البعض عشان ما نظلم الكثير من الاسر، انه التفاصيل دي حتى فيها جانب كذا من العيب حتى انه نتطرق لها مع ابنائنا، والمؤسف جدا انه ابنائنا لما يسالوا حتى عن تفاصيل جسدهم وتفاصيل الجنسيه نحن بنقول لهم عيب ودي قله ادب او كذا، فبنخلي بصيص امل اللي هو الذئب البشري اللي بيحاول انه يتحرش بشتى انواع التحرش، فكيف نغير من العقليه السلبيه الكبيره جدا للاسر باعتبار انه هي تملك ابنائها في المقام الاول التفاصيل الحقيقيه للجسد والتفاصيل الجنسية في المقام الأول، وثقفهم عشان هم يقدروا يواجهوا ويعملوا معهم علاقات وصداقات. يعني بالضبط هي دي أهداف البرنامج، إنه نحن أول حاجة بنستهدف الطفل، الطفل بنستهدفه، يعني نحن دارين نصل للطفل، لكن عشان نصل للطفل لازم الحوالين يكونوا كلهم بدرجة عالية من الوعي إنهم يقدروا يوصلوا له المعلومة. طيب حنوصل الحاجة دي كيف؟ بإنه نحن نصل للأهل أول حاجة، البيرنت الأب والأم الأقارب، إنهم يكونوا فاهمين كيف يوصلوا الرسالة. أول حاجة إنه الطفل يعرف المفروض الرسائل تصل له، إنه جسدك ما في زول يهبشه، ما في زول يأذيك بأي صورة من الصور، منطقتك الخاصة اللي هي البرايفت اريا بتاعتك ما في زول يهبشها، ما في زول يصورها، ما في زول يطلب منك حاجات أنت حاسس داخليا إنها غلط. من 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 الفطرة سبحان الله الإنسان بحس إنه حاجة غلط، حتى الطفل، إنك أنت تقول لا. فالحياة دي عشان تصل للطفل لازم الأهل يكونوا على درجة عالية من الوعي والثقافة في إنهم كيف يوصلوا التربية الجنسية للطفل. دي مشكلتنا نحن حقيقي في يمكن المجتمع الشرقي عموما والمجتمع السوداني خاصة. الحياة دي نحن دائما إذا الطفل جاني وسألني والله يا ماما الحاصل كده مثلا، أو دي ليه كده، يا ولد عيب، يا ولد اضطر يكذبوا عليه، ايوه يا ولد اسكت، عمل لكم معلومه ثانيه بعيده تماما عن الواقع. بالضبط، يعني مثلا سال من حاجه حساسه شويه بتقول له لا اوعى ثاني اسمعك بتقول كلام زي ده، الكلام ده غلط انك تقوله، عيب انك تقوله، وممكن زي ما قلتي انت تقول ليه، هو حاجه هي اساسا معلومه خاطئه.
فهو بكون عنده داخليا فضول، نحن بنسموه الفضول الجنسي يعني. ما شرط من كلها بالحاجات اللي لها علاقه بالجنس، لا ابدا، بتكون حاجات لها علاقه بجسمه، التغيرات، ايوه التغيرات الطبيعيه بتحصل في كل مرحله هو بيكون داير يعرفها. فكل ما نحن اديناه التفاصيل اللي هي من نحن بنقول بسيطه مناسبه لعمره، مفروض هو بيبتدي يشبع الفضول اللي عنده على اساس انه يمشي المرحله اللي بعدها ويكون برضه بنفس الصوره ماشي في التدرج عشان ما يشبعه من خارج من الخارج. وفي نفس الوقت يقدر يحمي نفسه انه اذا تعرض لحاجه هو عارف انه لا دي الحدود، دي الباوندريز اللي انا مفروض ما في زول يتعداها معاهي عشان تحميه من التحرشات الخارجيه اللي ممكن تحصل. يعني يا لينا انت تفضل. انت عارف عايز لا كمل لا يعني انا بس دار اقول انت بتقول له عيب وهو بيتلقى المعلومه من برا، ولما يجي انت بتقوم بتعاقبه وهو بيحاول بقدر الامكان يبتعد منك، يعني ما بكون حوار في الموضوع ده. انا ما بعيد من من من, من فهمك هسه او كلامك ده، انا عايز اقول انه لما نحن يعني نقول له عيب او يعني ما نوضح له الحاصل، انا بكون كده متاكده من سلوك ابني انه ممكن ما يسال ثاني او ما يجي، لكن ما متاكده من سلوك الخارجي وما متاكده مشتكي بهم. ايوه وما متاكده من سلوكه برا لانه هو عنده فضول انت ما اشبعتيه، فحيحاول سلوكه برا. داخل المنزل بتكون مسيطر على لك الخارجيه بالضبط. طيب بالنسبه للبرنامج نفسه جسدي وجسدي، الدورات التوعويه والتثقيفيه اللي هي في محاربه التحرش، يعني السؤال في الدورات التوعويه والتثقيفيه انه يعني من المؤهل لانه يقدم الدورات دي، وكيف بيتم اختيار الاشخاص اللي هيكونوا يعني مسؤولين او مؤهلين لانهم يقدموا دورات توعويه وتثقيفيه في محاربه التحرش، ونوع ذاته كيف؟ الفكره في انه البرنامج هو كورسين، الكورس الاول بيوري يعني بيخلي هو برنامج خيري تطوعي يعني الناس بتعمل فولنتير انه هم حابين، حاليا داخلين فيه كل فئات المجتمع يعني كل من يعني كل حدول حابين انه ايوه مؤهل يعني متعلم انه هو يقدر يمسك او يبدا الموضوع ده، لانه يعني الكورس بالانجليزي يعني فحيقراه بالانجليزي. فالكورس في بدايته انه بيوري كل الحاجات اللي حسيناها، بيوري انواع الاعتداءات اهم حاجه، لانه انواع الاعتداءات كثيره، فيها الجنسيه، فيها الجسديه اللي هي الاذى العادي، فيها الايموشن اللي هو نحن دي ما قاعدين نشتغل به ابدا عندنا في السودان، يعني انه الطفل طفل يعني ممكن يتقبل اي اساءه، يتقبل اي كلام، حتى الاهمال هو نوع من الايموشن ابيوز او الاعتداء اللي هو نفسي. فبيفهموا كل الحاجات دي، بيفهموا انه كيف يتعاملوا مع الطفل، يوصلوا له المعلومه عن طريق الاغاني، بيعرفوا كيف انهم اذا طفل جاك وحكى لك انه تعرض لتحرش تعمل شنو، لانه انت في اللحظه دي ردة الفعل. ايوه بقيت بريزنتر، لازم تعرف كيف تتعامل مع الطفل في انه ثبات الانفعالي والحركه، اكيد انك انت تكون هادي، انك انت تطمنه انه هو ما غلطان، ما عنده ذنب في اللي حصل له، وده كله انه الانسان الثاني ده اكيد مريض نفسيا عمل فيك الحاجه زي دي، تخليه يحس انه هو مطمئن، وتاخذ منه معلومات بسيطه بسيطه، لانه الطفل بيكون متوتر وما حيديك المعلومات وان جو، تكون هادي. فدي كلها ان بيتحصلوا عليها بانه يكونوا كواليفايد مؤهلين يعملوا الحاجه دي. الكورس اللي بعده بيتعلم كيف يعملوا بريزنتيشن، تقديم للحاجه دي للاطفال وللاهالي، لانه كمان في توعيه للاهالي. بعد ما يعملوا الكورسين بيكونوا هم بيجوا بروجرام بريزنتر، يعني بيجوا مقدمين للبرنامج وبيقدروا انه يعملوه يدوه للمجتمع. بعد ذلك بياخذوا سيرتيفيكيت شهاده، وبيكونوا هم جزء من سفر عندنا بانه هم يقدروا اكيد في أكيد. حاليا عندنا تقريبا 10 في السودان بيجوا بروجرام بريزنتر، ولسه الحكايه ماشيه يعني. وده جميل انه ندرب شخص عشان يدرب غيره في كل مناطق السودان مبادره بتكير تحقق هدف الرئيسه. لكن لو انت ذكرتي انه الاسر بسهل رغم الحاصل انه نقنعها لانه في عقول ناضجه مثلا، وخاصه اذا في اطفال تعرضوا يعني للتحرش من قبل. لكن كيفيه اقناع الطفل نفسه، ذكرتي انت الغناء، احنا معروف انه الموسيقى هي المحببه لقلوب اطفالنا، هم دائما بيلعبوا بهواتفنا الذكيه يعني كل يوم، فكيف نصل لعقليه الطفل حتى انه نقدر نوعيه ونشرح له كل التفاصيل دي؟ عندكم جانب اخر استخدمته الموسيقى، امكانيه الموسيقى في خلق صداقه بينكم وما بين الطفل. الموسيقى دائما يعني حاسه انت لو بتتذكروا نحن دائما بنتذكر الاغاني بتاعه طفولتنا يعني سبيستون اللي قمنا عليها، ولا القنوات بتاعه الناس كابتن ماجد يعني اذا سمعت الاغنيه ساي بتلقاك انت انفعلتها وبقيت بتغني فيها. فدي دي المطلوب، انه الطفل الأغاني والموسيقى بتصل له بسرعة جدا جدا،
يعني بتكون محفورة عنده يعني بتتحفظ بسرعة، والتفاعل معها بيكون تفاعل إيجابي جدا يعني صحيح. ممكن يرقص ممكن يغني وبتتحفظ، فيبقى الرسالة اللي بتكون متضمنة للغنية وبالموسيقى سهلة الوصول، إنها تكون سهلة وممتعة وفي نفس الوقت إيجابية له، إنه ما واصله بصورة رف أو بصورة صعبة إنه يفهمها، لا واصله بصورة ممتعة وحيتفاعل مع الزول اللي بديه المعلومة سواء كانوا أهل أو الشخص البريزنتر تبعنا، فيبقى هو حيصل بسهولة وحيحفظها وحتكون معه طول العمر يعني حيتذكرها في أي لحظة لا قدر الله حصل له من الحاجات اللي احنا بنقوله. وداخل الموسيقى الرسائل عندنا 6 رسائل، منها جسدي هو جسدي إنه هو يوروه جسده، منها إذا حاجة غير سارة لا تفعل، يعني إذا حسيت إنه الموضوع ما سار لا تفعل، إذا طلب منك حاجة غلط قل لا. الحب اللطيف إنه أنت محبوب وأنت مفروض ما تعامل بإساءة، فالرسائل كلها جميلة مضمنة موسيقية ولكنها رسائل واضحة يعني واضحة جدا صحيح. وحتى الكلمات واضحة شديد جميل. ورسائل بسيطة إنه يتفهمها بسهولة جدا. طيب بالنسبة لي يعني دور يعني لقب يعني شخص ينال لقب سفير النوايا الحسنة بقول إنه دور إيجابي كبير جدا في المجتمع. يقول أكثر لقب سفير السعادة والاثنين مربوطين بالإيجابية فعليا السعادة وسفير النوايا الحسنة، لكن دائما يعني ملقى سفراء النوايا الحسنة قدموا للسودان كثير. إحنا عايزين نعرف دور سفيرة النوايا الحسنة تحديدا في هولندا غادة حسين في هذا البرنامج. أستاذة غادة سيدة السفيرة كان لها دور كبير جدا، لأنها هي سفيرة النوايا الحسنة في هولندا وفي السودان، هي مستقرة في هولندا، فكانت هي السبب في دخول البرنامج إلى السودان. هو دخل حديثا يعني ممكن تكون 2 أو 3 شهور، كانت هي السبب في دخول البرنامج إلى السودان. برنامج مطبق من سنة 89 دخل حديثا للسودان، فكانت هي السبب حقيقي. نحن لما نقدم لها التحايا ونقول لها جزاك الله خير على انه البرنامج ده دخل للسودان ويتنفذ، وانه صورتها معنا على الشاشه. ايوه جزاها الله خير انها هي وصلت لنا البرنامج للسودان، وللان هي بتدرب في البريزنتر الجديدين وبتحفز الناس على انه يدخلوا البرنامج. لها دور كبير جدا جدا، نحن بنحييها كثير من البرنامج هنا. احنا كمان بنرسل لها التحايا وبستاذنكم الاثنين نشاهد ماده ونرجع نكمل حديثنا وحوارنا. جميل. Thank you.
هذا جسد أبنائنا، يجب أن نحافظ على أجسادهم بحب وبأمان. وزي ما كانوا بعانوا أهلنا في الهامش أنه ما بتصل المبادرات زي ده دليل عافية أنه تنتشر المبادرة دي في كل مناطق من مناطق السودان حتى تتم التوعية بالصورة المطلوبة. لو نعلق على الفيديو، جميل أنه الناس ما تركز فقط في المركز الخرطومي، وإنما الأهمية وكثير جدا من القصص بتجينا من خارج الخرطوم. يعني بالضبط حسيدية في ولاية كردفان، أستاذة أمل أحمد قامت بدور جميل جدا جدا. كانت متحمسة، شفتي كيف هي منفعلة وشوفت الأطفال منفعلين كيف، وبتحسي إنه رسالة واصلهم لدرجة إنه هم متحمسين بيقولوها بغضب، يعني أيوة. إنه جسدي يعني. فهي دي الفكرة. أستاذ أمل عملت يعني شغل جميل جدا، وده في مختلف ولايات السودان موجود. كل ما حيزيدوا البريزنتر كل ما حيكون في مختلف المناطق في السودان، ما بس في الخرطوم، في داخل العاصمة. الفكرة بتاعت الأغاني سهلت على البريزنتر نفسهم إنه ممكن يكونوا من أي شخص، ممكن يكونوا الأهل، ممكن يكونوا أساتذة، ممكن يكونوا دكاترة، ممكن يكونوا حتى العاملين في النوادي بتاعت الرياضة والحاجات دي. فممكن يصل عن طريق أي زول، بس هو يكون مؤهل ويأخذ الشهادة إنه يكون قادر مؤهل وجدير بأنه تأخذ الشهادة. أيوة أيوة. ممكن نعلق على الصورة دي يا دكتورة؟ أيوة. ديل البريزنتر الحالية موجودين في السودان، هم زادوا عن الصورة دي، يعني تقريبا بيقوا 10 حالين أو أكثر. ديل الآن كواليفايت وعندهم شهادة إنهم هم يمارسوا البرنامج ويقدموا توعية لفئات المجتمع. والتوعية ممكن تبدأ من داخل بيتك، يعني تبدأ من الداخل في البيت وتتواصل مثلا للنيبر للجيران وممكن للحي، وممكن بعد شوية تبقى دورة كبيرة، وممكن بعد شوية هون احنا معاكم هنا في التلفزيون. جميل. عشان نوصل لأكبر عدد ممكن. في جروب طفل سليم برضو نشوف دور شنو في عملية التثقيف والتوعية ضد أنه يعني جسدي هو جسدي، يعني محاربة أيضا للتحرش في السودان بشتى أنواعه. يعني إحنا في الفترة الأخيرة بقينا مركزين شديد مع السوشيال ميديا، يعني احتمال يمكن ذاته حتى حياتنا بقت محصورة في الأجهزة يعني. صحيح. فكان لازم التوعية تيجي عن طريق الحياة اللي إحنا مركزين فيها اللي هي الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر حاجة الفيسبوك يعني. صحيح. أو الواتساب. فالفكرة بتاعت الجروب قامت على إنه هو نشرة التوعية عن الطفل وتربيته عموما، انك انت كيف تربيه من ناحية بتاع صحيا جسديا نفسيا، وانك كيف تربيه تربية صحيحة. والحاجة دي يمكن الجروب بتاع طفل سليم هو الفكرة بتاعته جديدة، لانه دائما الجروبات دي موجودة كثيرة وبتوعي كثير، لكن خاصة بالنساء. لكن جروب طفل سليم مختلط فيه والآباء والأمهات، لأنه عملية التربية عملية مشتركة. ما بس الأم هي المسؤولة إنها تربي، لازم الاثنين. ولو بقى في واحد ناقص فيهم، يعني الأب برضو دوره ما في، يبقى بتلقى في حاجة ناقصة، بتلقى في حاجة ما مزبوطة. فالفكرة بتاعت الجروب قامت على إنه نحن الاثنين يكونوا مع بعض، يكون توعية ليهم في ما بس في التحرش للأطفال، في كل مناحي التربية، عشان في النهاية يطلع لنا زي ما هو اسم الجروب طفل سليم. نعم. أيوة. هل في جهات معنية أو جهات معينة يعني لما تلاقوا في موضوع المبادرة دي زي مثلا حماية الأسرة والطفل، أيوة، تنمية الطفل والأسرة والمجتمع وغيرها؟ أيوة. من أيوة. المسميات. أيوة. نحن ساعين إن شاء الله لقدام تحصل يحصل تعاون ده، لأنه قلت لك البرنامج جديد، بس حابين نحن يكون في تواصل، لأنه نحن حنكون المتواصلين مع الأطفال قبليهم، هم بيصليهم يمكن البلاغات والحوادث بعد ما تحصل، نحن دارينا قبل ما تحصل نحن نعمل لها قبل حماية. ما بيصل ما يعني ما أنا قصدي إنه ما يلو إلا يكون في سبب. أيوة أيوة. يوديكم للمكان. بالعكس تعملوا. أيوة. هي الفكرة إنه البرنامج ما بس عشان كيف تتعامل مع الطفل إذا حصلت له مشكلة، البرنامج إنه نحمي الطفل كيف. نعم. خلاص انا حابه نبدا معاك اول مباشره، طوالي بحبك تمام في مناطقنا، طوالي مسهل لك اي يعني طوالي حاجه جميله جدا جدا عليك، عشان ما تقدر تصل للافراد المؤهلين فعليا لان هم يقوموا بالمبادره. تمام. الايدين يعتبرها مبادره من البرنامج نفسه معاك في المبادره. والله يعني ان شاء الله ان شاء الله احنا مقدرين جدا، لكن لينا في زمن لو في شيء من كنترول يعني السؤال عندي. تفضل تعال. طيب طبعا لينا هي الليدر. طيب لو كان في إشارة أخيرة، نحن تكلمنا عن إنه كيف نوعي أطفالنا، كيف نوعي أطفالنا ونثقفهم، لكن مرات بيحدث حدث ما حدث من كثير جدا من جرائم الاغتصاب. أيوة. ما بعد حدوث الجريمة، يعني سماها جريمة بشعة جدا، بيكون في تأثيرات نفسية كبيرة جدا. صح.
وكمان شوية كذا بيكون في تعنيف من قبل الأسر ومن قبل المجتمع المحيط بينا. كيف نحتوي أطفالنا ما بعد التحرش؟ يعني لو تكون في يعني دورات عند جانب الاختصاصيين النفسيين يعني في عادة السلوك المجددة. هي دي من ضمن البرنامج أساسا، إنك أنت زي ما قلت لك البريزنتر دير ما بتدوم الشهادة سعي، لأنه إذا حصل، إذا مثلا أنت مشيت في دورة وكان فيها بيرنت أهالي وكان فيها معهم أطفال، ممكن يجي أحد الأسر تجي وتحكي لك حدث حصل، طفل يجي يحكي لك يثق فيك من خلال كلامك. يبقى أنت في اللحظة ديك حتتعامل كيف؟ لازم يكون عندك المقدرة على أنك أنت تحتوي نفسك، تقدر تعمل كنترول على انفعالك وتهدي الطفل وتاخذ منه المعلومات بصورة بسيطة، بأنه الأسئلة تكون مباشرة، أخذت معلوماتك، كيف تعمل ريبورت على أنك أنت ترفعه للسلطات المعنية على أنه هو يتابع الموضوع. لأنه نحن مشكلتنا نحن منغطي دائما، منخفي المواضيع، أنه يعني مثلا لنظرة المجتمع، عار مجتمع، أيوة أنه لا كيف طفلي يكون حصل له حاجة زي دي. منفكر في الناس أكثر مما نفكر في أطفالنا، منجامل على حساب أطفالنا، فنقول ما هو طفل ممكن ينسى، مشكلة ممكن ينسى. ممكن يمكن ما تكون العملية بتاعت الاعتداء كانت عملية كاملة، يكون تحرش فقط، يقول لك ما الطفل ما تأذى، وللأسف ممكن تكبر معاه ويكون معنف أو تحصل الحصل له إنه يطبقه في غيره لو ما لقى سلوك. فعلا أكبر من كده إنه الأهل هم اللي بيبدوا بالحاجة دي. يعني الأهل بيقول لك ما عايزين الناس تعرف، يعني خلي الموضوع ده إذا كان مثلا هو منتشر، يعني الأهل يخلوا الطفل يعني يتأذي نفسيا بالموضوع ده ولا يطلع ليه برا، يعني دي حاجة صعبة جدا. هي حقيقة المشكلة كمان يعني لنا ما في فقط في انه هم ما دارين يطلعوا، لانه اغلب الـ 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 يعني الحاجه بيخافوا. لا الحاجه اساسا ممكن تكون من ريليتيف، من اقارب بالضبط. أيوة أيوة يعني لانه المتحرش ما دائما زول غريب، لا انا بخليه انه ما في حيسمع اقارب ولا يعني طفلك دي مع طفلك خلاص. ايوه ما في مجامله، يعني مفروض ما يكون في مجامله. أيوة ما ده خلاص دي جزء منك، ده أيوة طفلك، ده طفلك انت، المفروض يكون طوال مباشره تتخذ القوانين اللازمه يعني ضد الموضوع ده تحديدا. هل في تساعدين من خلال المبادرة النفسية؟ إذا كان في قوانين حاليا في السودان، يعني القوانين هي يعني ما أدري أقول إنها صعبة، لكن يعني زي ما ذكرتي الناس ما بتمشي، ما بتمشي خطوات لقدام. أنتم من خلال المبادرة هل عندكم قوانين داخل المبادرة تساعد في حال لا قدر الله يعني حدث تحرش أو اختصاص؟ لا حاليا ما موجودة، دي بتكون تبع ناس حماية الطفل، إنه إحنا إذا حصل معنا تواصل معهم ممكن إحنا يعني ممكن توصل أيوة الحالة، أيوة يعني يزيد شوية من الدور إنه يمشي لقدام زيادة، إنه القوانين تفعل، وإنه هي البروجرام بيكون أساسه إنه نعمل بيئة سبورت حوالين الطفل، إنه الأهل يكونوا واعين، المجتمع يكون واعي، إنه يجيبوا حق الطفل، لأنه حق الطفل مسؤوليتنا نحن. فلما الطفل يحس انه هو والله مدعوم ما حيخاف. اغلب الاطفال بيخافوا انه يقولوا لهم والله انتوا السبب، او يخاف انه يقولوا والله يقوم يعاقبوه، او يقوم يكون ما عارف ذاته يوصل الكلام كيف يقول لهم. دوركم مع الاهل اصعب من الطفل. بالضبط، انه الاهل يفهموا انه الطفل من حقه يتكلم، انه اتس اوكي انك تتكلم، تقول انا حصل لي اعتداء من اي نوع ومن اي زول، لأنه ممكن يكون أقرب زول له في البيت. يعني توقعين المبادرة أولا تكون للكبار، للأهل دعوة؟ أيوة هي الفكرة إنها تصل للأهل أولا، بعد ذاك عشان هم يجيبوا لنا أطفال ونقدر نديهم البرنامج. أيوة نحن بس والله لو عايزين نشر لحاجة إنه تفعلوا القوانين بصورة اللازمة، يعني تكون رادعة لكل من تسوي له نفسه انه يتحرش بالاطفال يعني في عمر صغير كده، حتى ما من الانسانيه اصلا. وشفنا يعني الحكايه مظاهر خداعه، يعني شفنا شيوخ كبار في العمر، وقريبا يعني الشيخ من القضارف مع التحفظ على الاسماء اللي تم الحكم عليه بالاعدام، يعني واكثر من طفل، يعني العمليه متكرره، هي المفروض يعني تكون العقوبات كده عشان تكون رادعه. برضو رسالتنا للاهل انه ما تتجاهل الموضوع ده، ما تتجاوز الموضوع، لانه مرات ما بيكون الموضوع حد تحرش فقط، وانما قد يروح الطفل ضحيه يعني هذه العمليه. يعني برضو يعني حالات كثيره حدثت انه الاطفال راحوا ضحيتها وتوفوا يعني بسبب هذه المواضيع. ربنا يسلم مجتمعنا من كل الاشياء المؤذيه النفسيه والجسديه وغيرها، ونكون معافين تماما، يعني نكون مجتمع معافى باذن الله تعالى. أنا شكرا لك كثير جدا دكتورة ولا فاضل، مدربة العالمية للتربية الإيجابية وممثلة للسفراء النوايا الحسنة. شكرا جزيلا لكم لتحت الفرصة إن نتكلم في الموضوع ده. مقدرين جدا. إذا نواصل معكم مشوار الصباح.